السابقة اللي كونكتيف تيشو وقسم إلى أنواعه حسب طبيعة الماتريكس مالته، قسمناه إلى البروبر الحقيقي، والبروبر قسمناه إلى اللوس والدينس، وقسمناه حسب الفلويد مالته إلى بلود ولامف، وحسبنا والقسم الثالث حسب الصلابة مالته قسمناه إلى البون والكاتليج. أخذنا الكاتليج، اليوم راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو البون و إن شاء الله الفلويد اللي هو البلود واللمف. إذا تذكرون ذكرنا بالمحاضرة السابقة إنه الكونكتيف تيشو يكون ريتش بلود سبلاي، ما عدا مناطق اللي هي البون والكارتليج واللجمنت، تكون فيزيكولار يعني خالية من الأوعية الدموية أو قليلة الأوعية الدموية. اللي يكون بديل عنها الطبقة اللي هي تكون الطبقة الخارجية اللي تكون محاطة بهذا طبقة الكونكتيف تيشو حسب النوع مالته، إذا كان كارتليج أو بون أو ليجمنت، فنسميها حسب مسمى اللي محيطة به. فهنا هاي الطبقة اللي محاطة بالعظم اللي هي طبقة السمحاق، الطبقة الخارجية نسميها بالبري أوسيوم. البري أوسيوم هي الطبقة الخارجية اللي تكون غنية بالأوعية الدموية واللي تكون مغذية لمن؟ للخلايا اللي تكون تحتها. البون مثل ما ذكرت انه هو supporting connective tissue، يعتبر من supporting داعم مثل الليجمنت وال يتكون من مين؟ اذا هو connective tissue لازم به خلايا اللي هي cells والفايبرز الياف، وطبقة الماتريكس اللي هي تكون الطبقة الداخلية اللي هي تكون الاكسترا سيلولار اللي تكون خارج الخلايا. فعندنا الكالسيوم، البون يحتوي على 99% من الكالسيوم اللي يكون موجود بالجسم، تفتيشو اي هو الداعم، نسيج عظام داعم، ويتكون من مين؟ يتكون من سيل وفايبرز والاكسترا سيلولار ماتريكس. هذين المكونات اللي لازم بيهن حتى نقول عليه شنو هذا كونكتيف تيشو، لازم يحتوي على السيل وفايبر والاكسترا سيلولار ماتريكس. هاي الماتريكس تكون غنية بمينرالز بالمعادن، اوكي، واللي يكون هذا المعدن اللي هو الكالسيوم اهم المعادن اللي تكون موجوده بالبون، اللي تكون نسبته 99% من المخزون الجسم يكون وين موجود؟ بالعظام بالبون. مثل عندنا فوسفات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، دزيتها المصطفى محمد، دزيت المحاضرة الفاطمة من أمس. أوكي. Because of mineral deposition بسبب تراسب هذني المعادن بالماتريكس راح يعطي الهارد الصلابة المن للبون. واللي يكون شو يكون؟ يكون more weight than cartilage، يكون الأخف من الوزن مالته يكون أكثر من الكارتليج، يعني الكارتليج يكون أخف من البون بالوزن. بعد
بسبب هذا الشيء راح يعطي الريجيد سكيلتون فور ذا بودي وبروفايد الاتاتشمنت سايت فور المسلز اند اورجانز، راح يسوي ترابط الاعضاء والعضلات مع بعضها البعض، وبعد راح يحمي بروتكت البرين ان ذا سكول، راح يحمي الدماغ اللي تكون داخل الجمجمه، والهارت واللونج داخل الثوراكس، اليوناري اند برودكتيف اورجانز بتوين ذا بيلفيك بونز، يعني بسبب انه صلابه هذا العظم راح يحمي الاعضاء اللي تكون الداخله. اهم وظيفه للبون اللي هو بلود سيل فورميشن، هو تكوين خلايا الدم الحمراء عن طريق المصطلح اللي يسميه ان شاء الله راح ناخذه بالمحاضره الهيموفوسيس، الهيموفوسيس اللي هو بلود سيل فورميشن. ومثل ما ذكرت انه 99% من الكالسيوم اللي يكون موجود بالجسم مخزون وين يكون؟ يكون بالبون، stored in the bone. هذا الكالسيوم من ناخذه؟ ناخذه عن طريق receive in daily calcium supply عن طريق تناول الأطعمة والأغذية اليومية اللي تحتوي على الكالسيوم وكذلك على الفوسفات. ومثل ما ذكرت انه اكو طبقة خارجية اللي هي سمحاق العظم اللي تحيط بالعظم من الخارج من الجهتين اللي هي اسمها البري عن الخارجية، والأوستيوم اللي هو الأوستياس اللي ذكرناه انه الاسم اللاتيني للبون، فالبري أوستيوم هو الغشاء اللي يحيط بالبون. إذا تتذكرون بالكارت تشانج شو اسمه؟ جبتوا كمان أنا بالامتحان. تذكروه؟ ماش ما حد يكتب. شو اسمه؟ تذكره. الحلق اللي يحيط بالغضروف بالكارتليج بريكوندريوم صحيح، بينما الغضروف اللي يحيط السمحاق اللي يحيط بالعظم البري اوستيوم من الاسم مالته، كوندريوم كان الاسم الكارتليج. فلي احسنتم فل وبنين وزينب حيدر وجعفر. زين راح ناخذ التشيو نسيج البون من يتكون ونفصله نجزئه الى مكوناته. فعندنا البون اللي هو مثل ما ذكرت الاسم مالته باللاتيني اللي هو الاوستياس، يتكون من الوحدة التركيبية الستركتشر يونت اون ذا بون للبون تسمى بالاوستيون. الاوستيون هاي اللي تشوفوها امامكم اللي هي الاوستيون، كل تركيب او عضو له الوحدة التركيبية مالته. مثلا هسه عندنا النيرفس سيستم اللي هي النيرون، الخلية العصبية، الكدني، النفرون، وهكذا. احنا هنا هسه بالبون اللي هي الاوستيون، الاوستيون اللي هي اليونت ستراكشر اوف ذا بون، هي عبارة عن شنو؟ عن رينج ستراكشر. كوني سنتريك يعني مركزية، عبارة عن وحدة تركيبية مركزية تكون حلقية الشكل اللي هي نسميها بالأوستيون. هذا الأوستيون تكون بيها كانلز
اللي هي سنترال كانالز نسميها صوت تقطع. والله ما أعرف النت اليوم كلش مو زين. ها زين تكون بيها سنترال كانالز قناة مركزية تسمى بالهيفرجن هيفرجن كانالز، وبالعربي نسميها بالهافرس كانالز. يروح ويجي والله ما أعرف هافرس كانالز. أوكي هذه القناة المركزية اللي تكون بالأوستيوم هافيجريان كانالز، وبالعربي إذا تذكروا أكيد اللي هي هافرس كانال. حول هذه الهافرس كانال تكون عبارة عن رينج بون تيشيو، رينج بون تيشيو نسميها باللاملي. اللاملي عبارة عن تركيب نسيجي حلقي الشكل نسميها باللاملي. أوكي إذا تذكرون إنه الخلية بالكارتليج تكون موجودة داخل تشامبر، سميناها باللاكيونة. اللاكيونة نعم أحسن جعفر، داخل ثغرات اللاكيونة. إيه فاللاكيونة هذه السيل اللي الخلية العظمية اللي هي شو اسمها الخلية العظمية هنا الأوستيوسايت. الأوستيو هو البون، والسايت اللي نخبز له بالسيل. الأوستيوسايت تكون موجودة كذلك داخل لاكيونة، داخل لاكيونة. أوكي من هذه اللاكيونة، اللاكيونة اللي تكون موجودة داخلها الأوستيوسايت راح تخرج بروزات سايتوبلازمية عبارة عن فايبر راح تكون لنا تاني كانلز، راح تكون قنوات جدا صغيرة، وهذه القنوات نسميها بالكني أكيولاي. كني أكيولاي اللي هي قنيات. أوكي هذه الكانال أكولاي، هذه اللي هي عبارة هنا، هذه الخلية اللي تشوفوها أمامكم اللي هي الأوستيوسايت تكون موجودة داخل اللاكيونة، محاطة باللاكيونة، وراح تظهر من عندها بروزات عبارة عن فايبر. بروزات سيتوبلازمية عبارة عن فايبر راح تكون لنا أقنية نسميها بالكنل. تعرفون كنل يعني قناعات. كانيكلولاي معناتها قنيات، يعني جزء مصغر قنيات. فهسا تركيب البون ما راح يتكون، يتكون من اليون ستراكشر اللي هي الاوستيون، تكون محاط بيها البون تيشيو، رينج بون تيشيو نسميها ب اللاملاي. وموجود عندنا الاوستيوسايت. اللي تكون محاطة بال اللاكيونة، ومن اللاكيونة راح تظهر عندنا خيوط برود الفايبر تسمى بالكانيكولاي. هذا الشكل يوضح أكثر. هذه قناة هافرس سنترال كانالز. أوكي
هذه هي اللاملة، هي التشيو بون تشيو، يكون عبارة عن رينج بون تشيو، وعندنا الخلية اللي هذني هاي السود اللي منتشرة بشكل رينج اللي هي الأوستيوسايت، تطلع من عندها بروزات تكون لنا الكانكولاي. اوكي، هذا الشكل كذلك يوضح الطبقة الخارجية البري أوستيوم. و الأوستيوسايت هاي الخلية اللي تكون موجودة داخل اللاكونة وتخرج من عندها البروزات اللي تكون لنا الكانكولاي، وهذا تركيب الغضروف إن شاء الله راح نشرحه والخلايا اللي موجودة بيه. أنواع الخلايا، إحنا مثل ما ذكرت إنه الكونكتيف تيشو لازم يكون بيه السيل وتكون بيه الفايبرز والماتريكس. فالأنواع الخلايا types of bone cells، أنواع الخلايا اللي تكون موجودة بالبون، عندنا أول نوع اللي هو الأوستيوجينيك سيلز. نرجع لهذا الرسم، عندنا أول الخلايا اللي هي اسمها الأوستيوجينيك سيلز. هذه الخلايا الأوستيوجينيك سيلز اللي تكون موجودة بطبقة الإندوستروم والبريستروم، يعني الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية من السنترال كانالز، من القنوات الداخلية المركزية. هذه الأوستيوجينيك من اسمها الجينيك، هي اللي راح تكون لنا الفايب الأوستيوبلاست. الأوستيوجينيك هي اللي راح تعطينا خلية الأوستيوبلاست، راح تولد الأوستيوجينيك راح تولد لنا خلايا الأوستيوبلاست اللي تكون تحتها. اوكي، هذه خلايا الاوستيوبلاست، من اللي كونها، من المنشأ مالتها، خلية الاوستيوجينيك. النوع الثاني اللي هو الاوستيوبلاست اللي قلنا المنشأ مالته من الاوستيوجينيك، الاوستيوبلاست هي اللي راح تعطينا خلايا الاوستيوسيست. الاوستيوسيست اللي هي الخلية العظمية، الاوستيوبلاست هي اللي راح تعطينا الخلايا الاوستيوسيست. اوكي، وهذه الاوستيوبلاست اللي هي راح تسوي لنا مينرالايزد اورجانيك ميتا اوف ماتريكس، هي اللي راح تخلي المعدن او المواد الماتيريال المينرالز المعادن راح تخليها بطبقه الماتريكس، راح تسوي تمعدن للمواد العضوية داخل طبقة الماتريكس. هاي شنو؟ الأوستيوبلاست. وبعد هي اللي راح تعطينا من المنشأ مالتها، راح تعطينا تنشئ من عندها الأوستيوسيست، الخلية العظمية. الخلية العظمية الأوستيوسيست المنشأ منه مالتها الأوستيوبلاست، يعني عندنا اكلف مراحل خلية تنتج خلية أخرى. أول عندنا خلية الأوستيوجينيك تنطينا خلية الأوستيوبلاست، خلية الأوستيوبلاست تنطينا خلية الأوستيوسيست. الأوستيوسيست اللي هي إحنا مثل ما ذكرت إنه تكون
connected by job junctions، تكون مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الكانل إيكولاي اللي هي القنيات تخرج من طبقة من السيتوبلازم عبارة عن فايبر، واللي هي تسوي جاب جكشنز الاتصال والسبلاي اللي يكون بين خلية وأخرى. الخلية الرابعة اللي عندنا اللي هي الأوستيوكلاست، هذه الأوستيوكلاست المنشأ مالتها يكون عن طريق خلية المونوسايت اللي هي الوايت بلود سيل، تعطينا خلية بعدين بعد ما يصير لها ديفرنشيشن تمايز للخلية المونوسايت راح تعطينا هذه خلية الأوستيوكلاست. الأوستيوكلاست هي الخلايا المهدمة، هي عبارة عن شنو؟ عن فيوجن اوف من 3 إلى 50 ستيم سيلز، عبارة عن اندماج. تشوفون انتو حجمها، هي اكبر حجم الاوستيوكلاس، اكبر احجام الخلايا، وهي اللي تكون عبارة عن فيوجن اندماج خلايا الستيم سيلز، اللي تكون عددها من 3 إلى 50 خلية تندمج مع بعضها البعض تكون لنا خلية الاوستيوكلاست. هذني الخلايا اللي موجودة بالبون، خلية الأوستيوجينيك سيل والأوستيوبلاست والأوستيوسيست والأوستيوكلاست. لازم تفرقون بيناتهم، هنا كل بداية أوستيو اللي يدل على البون، الأوستيوس الاسم اللاتيني للبون، وال المكمل مالته يدل على الوظيفة مالته، الجينيك يعني هو المولد، البلاست يعني البرودكت، والسيست يعني الخلية، والكلاست يعني المهدم. اوكي، فهاي الاسماء بسلاي ثاني، الاوسيوسيست اللي هي ماتشور بون سيل، الاوستيوبلاست اللي هي تكون الفورمينج سيل للبون اللي هي الاوستيوسيست، والاوستيوكلاست اللي هي سوي ديستروي للسيل اللي هي المهدم للخلايا. ريمبر البون از ليفينج تيشو، هو عبارة عن نسيج حي. أخاف واحد يتخيل انه البون عبارة عن نسيج غير حي، لا هو نسيج حي، والدليل انه الشخص اللي يصير عنده كسر نمو وهكذا، يعني مو مثلا شخص يتوقف النمو مالته راح يصير نسيج مالته غير حي مال البون، لا، وانما في حالة نمو. زين، عندنا انواع a type of mature bone، انواع البونز الماتشور بون العظم الناضج انواعه، عندنا نوعين، الكومباكت بون اللي هو العظم المصمت، والسبونجي بون اللي هو العظم الاسفنجي. اوكي، الكومباكت بون راح نشرحه، اللي هو البيزك ستراكشر يونت مثل ما ذكرت، لانه السبونج بون ما راح تكون بهاي الاوستيون، اوكي ما راح يحتوينا على هذه الوحده، السبونج بون ما راح يحتوي، لذلك هاي تفرقه بين الكومباكت بون وبين السبونج بون، انه الكومباكت بون يحتوي على الاوستيون اللي هي بيزك ستراكشر يونت، هذا هو الكومباكت باون اللي يكون تقريبا وسط، يعني مو بالاطراف، اللي يصير
تقرون البي دي اف بهالمحاضرة، البي دي اف بعد شلون يقول لي دكتور فاضل 15 دقيقة بس؟ لحظة اكو 25 دقيقة على كم نقطة؟ مصطفى حسن محمد الراديو 10. اي هاي المسائل واحد، هاي الكالكوليشن مالتكم حسابات صيدلانية اي بيها مسائل نص ساعة اكيد، يعني انتو تحلوها بالايد يعني على مود تعرفون الاجابة، بس مو مال 10 نقاط اعطيكم انا 20 دقيقة. ايش قد شو 20 من 25 دقيقة؟ تطوير عملي. ها يعني سنخليكم يا 20 دقيقة، يلا ما يخالف نخليها 20. شلون وياكم اصلا؟ انا استجيب والله، يعني انا وياكم مو عليكم، انتو كلكم اخواني. يلا خلينا يا معودين، راح بقت لا ماكو امتحان لازم اكو. يلا ف مشكورين، رحم الله والديكم. يلا نكمل المحاضرة. فالتايب اوف ماتشور بون راح نقسمه الى الكومباكت بون العظم الصمتي، والسبونج بون اللي هو العظم الاسفنجي. اوكي الكومباكت بون يتكون من الاوستيون اللي هو بيزك يونس ستراكشر، واللي تكون عبارة عن سلندر فورم فروم لايرز اللاملاي، وتكون الماتريكس اراوندد كانالز اللي هي الاوستيونيك كانالز او الهافرس كانالز اللي تكون موجوده بيها. بعد تسوي على الكولاجين فايبرز اللي تطلع من اللاملاي عباره عن رايت اند ليفت من الجهتين، من جهه اليمين واليسار عن طريق اللاملاي، واللي تربط خليه مع بعضها الاخرى اللي يسوي الجاب جاكشنز اللي هي الهاندد هالسز from lamellae to lamellae اللي راح تربط خلية مع أخرى عن طريق هذا الكولاجين فايبرز. بعد تحتوينا على الأوستيوسيست، الأوستيوسيست اللي تكون داخل هاي ال والله نسيتها، اللاكيونة، اللاكيونة، وعن طريق اللاكونة راح تتكون هذه التاني كانالز اللي هي الكانيكولاي. بعد عندنا بالكومباكت باون عندنا الفولكمان كانالز، الفولكمانز قناة فولكمان. هذه القناة تكون فيزيكولار كانالز عبارة عن قناة وعائية تحتوينا على بلد ونيرف اللي هي تجهز البون بالبلد، وتكون بري بنديكولار متعامدة مع السنترال كانالز. هذه الفولكمان كانالز شفتها أنا بالسلايد الثاني صور. فتكون عندنا الفولكمان كانالز اللي تكون متعامدة بريبنديكولار دي مع اتحادها مع السنترال كانالز اللي هي عندنا الهافرس كانالز. أما السبونج بون اللي هو هذا اللي يكون طرف العظم، أوكي
يكون عبارة عن عظم اسفنجي. اللي يميزه عن الكومباكت باوند انه المسافات البينية هاي الماتريكس تكون قليلة نسبة الكالسيوم بها والمنرالز المعادن اللي بها، لذلك تكون اكو فراغ بين الماتريكس، بين اكو يعني بين الانترا سيلولار ماتريكس الخلايا البينية، المواد اللي بين الخلايا تكون قليلة مو مثل الكومباكت باوند، اوكي، وتكون أقل كالسيوم من الكومباكت باوند. هو بي كالسيوم بس تكون نسبة مالته أقل، وما يحتوي لنا على الأوستيون، ما يحتوي لنا على الأوستيون اللي هو اليون ستراكشر، أقل صلابة. نعم، هو بعد من اسمه سبونجي، راح تكون عبارة عن مسافات بي فراغات بالماتريكس مالته، وراح السبونجي لايك ابيرنس، الشكل مات راح يكون شكل الاسبونجي، وراح يكون لنا الباليتس اوف بون تدعى بالترابيكولا. الترابيكولا هو عبارة عن زوائد عظمية، زوائد عظمية. فبهاي الزوائد العظمية اللي هي السبيسز فولد وذ ذا ريد بلود مارو اللي يحتوينا على النخاع العظم الاحمر والاصفر، هذه الترابيكولا راح تحتوينا او تمتلئ هذا الفراغ، يمتلئ بالرد البون مارو نخاع العظم الاحمر. هذا النخاع العظم الاحمر ايش راح يكون لنا اذا تذكرون ماخذين بالبايو بالبدايه؟ اي ما يخالف، بس ادز رابط الحضور. مصطفى اليوم وايد تحكي، مصطفى شو السالفه؟ انت اول واحد دخل المحاضره، فتحت ال شو اسمه الميتينج الساعة تقريبا 11:48 دقيقة، لقيتك انت قبالي. عافية جعفر، يكون خلايا الدم الحمراء او آية جعفر. نعم احسنتي زينب، احسنت. اللي يكون خلايا الدم ال ريد بلاد سيلز بصورة عامة، اللي يكونها الريد بون مارو، وهو اللي راح ينطي ال، وبعد يكون باليلو البون مارو. بس هنا انا ما ذاكرته لان اكو مصادر تذكر بالسبونج بون يكون بي، واكو لا اليلو بون مارو اللي يكون بمخزون الدهون اللي يكون داخل العظم. زين هذا الشكل، هذا الكمباكت او الهارد بون اللي يكون مو طرفي، الطرفي اللي يكون هو عبارة عن السبونج بون. وهذا الشكل هنا شوف التجهيز الدموي هذا اللي يكون عن طريق البولتمان كانالز. وهذا شكل الكومباكت باوند، هاي الطبقة الداخلية الاندروستروم، الاندروستروم، والطبقة الخارجية البري ستروم الاوستيوم. زين راح ناخذ الستيج اوف بون هيلينج، مراحل التئام الفراكتشر، التئام الكسر، شو راح تكون مراحله. اول مرحله من بعد كسر العظم راح تكون لنا الهيماتوما، فراكتشر هيماتوما فورميشن، يعني تكوين الخثره اللي هي عباره عن كلوت فورم، تجمع الخلايا الاوستيوجينيك، الاوستيوجينيك الخلايا
المولدة اللي تذكروها اللي قلنا عليها اللي تكون موجودة بالطبقة الخارجية من البون، راح يسوي لنا جرانيوليشن تيشيو، راح يسوي لنا جرانيوليشن تيشيو. هذه الاوستيوجينيك سيلز، فراح يسوي لنا الكلوت، الكلوت فورميشن. المرحلة الثانية اللي هي السوفت كاليوس، السوفت كاليوس فورميشن، اللي هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست راح تنتج لنا الفايبرز، الفايبرز الألياف and الفايبروكارتليج، خلية الفايبرو بلاست اللي هي الخلية الأرومة اللي فيها، راح تنتج لنا الألياف، الألياف الفايبروجينيك الفايبرو كارتليج والفايبر، حتى سد الفجوة اللي تكون بين الفراكتشر. فهذه تسمى، بما انه كارتليج سموه بالسوفت. اوكي، المرحلة الثالثة اللي هي الهارد كالوس فورميشن، اللي هي الاوستيوبلاست الخلية العظمية، راح تنتج لنا بوني كولر، بوني كولر راح تنتج لنا بوني كولر يعني around the fracture in بالاسبوع السادس من بعد الفراكتشرز، راح تتحول من السوفت كالوس الى الهارد كالوس. الخلية الاوسيوبلاس راح تنتج لنا البوني كولر around the fractures بالاسبوع السادس. المرحلة الأخيرة اللي هي الريمودلينج، اللي هي التصحيح أو إعادة تشكيل الخلية الأوستيوكلاس، إذا تذكروها الخلايا المقدمة، راح تزيل خلايا البونز الزائدة حول العظم اللي هي small bone fragment removed by الأوستيوكلاست، وراح يتحول خلية الأوستيوبلاست، خلية الأوستيوبلاست راح تحول الديبوست السبونجي بون إلى كومباكت بون. أوكي، بعد الأسبوع السادس خلايا الزائدة من البون اللي كانت حول العظم عن طريق الأوستيوكلاست راح يتم إزالتها، إعادة تشكيل العظم اللي هي عن طريق المرحلة الرابعة الريموديلينج. وخلايا الأوستيو بلاست راح تحول العظم الاسبونجي ترسبه وتحوله الى كومباكت بون. هاي المراحل الاربعه، المرحله الاولى الهيماتوما، والهيماتوما اللي هي تكوين الكلوت، ومرحله السوفت كالوس اللي هي خليه بلاست راح تحول لنا تعطينا الفايبرو كارتليج والفايبر، والهارد كالوس راح الخلية الأوستيوبلاست تنطينا البوني كولر، الكولر بولي كولر. والمرحلة الأخيرة هاي بعد الأسبوع السادس، والمرحلة الأخيرة اللي هي الريموديلينج. تعبتوا؟ ترى المحاضرة تخلص بتنتين ونص، ما أعرف نشوف وين وصل. أنت جميع أنواع الألياف شنو تعلي؟ هاي جعفر اللي هي الفايبروبلاس، نعم الفايبروبلاس اللي هي الخلية الأرومة اللي فيها،
تنتج اللي أنواع الفايبر، ومثل ما ذكرت إنه الريموديلينج إعادة تشكيل اللي راح تكون عن طريق الأوستيوكلاست، راح تسوي السمول بون فرجمنت، الجزيئات الصغيرة من البون اللي راح تزيلها الزائدة، راح تزيلها وتحول الأوستيوبلاست، تحول الاسبونجي إلى كومباكت بون. هذا كان الجزء الأول من المحاضرة. راح ننتقل للجزء الثاني اللي هو البلود. البلود سهل انتو ماخذي، بس لحظة خليني انزلكم رابط الحضور. البلود هو عبارة عن شنو؟ عن fluid connective tissue، عن fluid connective tissue. يشكل البلاد من وزن الجسم حوالي من 7 إلى 8%، يعني الشخص اللي وزنه 70، الوزن المثالي اللي دائما يكتبوه بالأدوية وال يعني الدوز، الجرعة اللي مكتوبة تكون بالأدوية، اللي هي عبارة عن الشخص المثالي، الوزن المثالي اللي يكون وزنه 70، البلاد مالته يكون البلاد مالته يكون من 7 إلى 8% من وزن، عبارة عن 12 كيلو من الوزن مالته. فالبلاد يكون من متكون، متكون من خلايا اللي هي الإريثروسايت، الإريثروسايت اللي هي الريد بلاد سيلز، والليكوسايت اللي هي الوايت بلاد سيلز، والبلاتليت اللي هي الترومبوسايت. الكومبوزيشن اوف تعرفون انتو وظائف البلاد شنو؟ ترانسبورت للغاز اللي هو الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون، كذلك ينقل النواتج الأيضية اللي هي الوست برودكت، والنيوتريشنز المواد الغذائية، وكذلك بدي اللي يساعد على إزالة بعض السموم البكتيرية، السموم الفطرية من الجسم عن طريق البلود. إذا سحبنا دم من شخص تبادل الغازات دفاعي، نعم اللي هي وايت بلاد سيلز، هسه راح نشرحها. إذا سحبنا بلاد من شخص معين، وخلينا هذا البلاد بتيوب، وخلينا بالسنترفيوج جهاز الطرد المركزي، أوكي، راح ينفصل البلاد، ينفصل البلاد إلى مكوناته حسب الوزن الجزيئي لل أو الوزن هاي الجزيئات. الأثقل راح تكون نوصل إلى مكونات، نعم الأثقل تكون للأسفل والأخف اللي تكون للأعلى. فمن نجي نشوف إنه طبقة البلازما اللي شكل تقريبا 55% من الفوليوم أوف ذا بلاد، طبقة البلازما اللي تكون الطبقة الصفراء أي اللي تكون للأعلى، تشكل 55% من الفوليوم اوف ذا بلاد، وطبقة 45 اللي هي عبارة عن خلايا اللي هي تكون الأثقل، لذلك تكون بالأسفل اللي هي خلايا الريد بلاد سيلز، وهاي طبقة البافي اللي هي الوايت بلاد سيلز اللي هي تكون أخف من الريد، والبلازما اللي تكون هذه طبقتها اللي تكون 55%. زين، من هاي 55% 90% من هذا البلازما هو عبارة عن ووتر، اكو مصادر تقول 90 واكو مصادر تقول 91، يعني ماكو اختلاف متقارب. من هذه طبقة البلازما تكون عبارة عن شنو؟ عن ووتر، عبارة عن مي. بعد
بيحتوينا على مواد اللي هي السولتس، مواد اللي هي مثلا عندنا البلازما اللي تكون نسبتها 10%، 10 أو 9 المتبقية من البلازما، اللي هي عبارة عن بلازما بروتين أورجانيك كومباوند والإن أورجانيك سوليدز، مواد عضوية وأملاح غير عضوية. راح ناخذ البلازما بروتينز اللي تكون عبارة عن سوليبل بروتينز ذائبة اللي هي 90% مي، فهذا البروتين شو يكون عبارة عن بروتين دائب بالمي. فهذا البروتين، البروتينات هذه راح ناخذها، اللي هو أول واحد اللي هو الألبومين، الألبومين اللي هو الموست أباندنت بلازما بروتين، اللي هو يكون أكثر الأنواع البروتينية اللي موجودة بالبلازما، الأكثر وفرة والأكثر انتشار بالبلازما، اللي يكون حوالي عبارة عن 3.5 إلى 5 غرام دي سي لتر ان بلاد، وهو المسؤول عن الأوزموتيك بريشر ان بلاد، عن الضغط الأوزموزي بالبلاد. هذا شنو أول نوع اللي هو الألبومين. النوع الثاني الجلوبيولين اللي بيه أنواع الضغط الأوزموزي، نعم الجلوبيولين النوع الثاني من البلازما بروتينز اللي هو عندنا بأنواع اللي هو الألفا والبيتا والجاما، وهذا يكون ديزولف ان ذا بلازما مثل ما ذكرت، انه اكيد راح يكون ذائب بالبلازما، محتوى على المي، على الووتر نسبة 90%. والجاما جلوبيولين هذا النوع الثالث من هذا الجلوبيولين من هذا البروتين، هو اللي راح يكون لنا الانتيبوديز اللي هو الاميوني جلوبيولين. النوع الجاما جلوبيولين راح هو المسؤول عن تكوين الانتيبوديز، الانتيبوديز هذا وظيفته مناعي اميون، لان الجسم الغريب نسميه بالانتيجين، وهذا الجلوبيولين اللي هو الجاما جلوبيولين اللي راح يكون لنا الانتي بوديز المضاد لهذا الانتيجين. بعد النوع الثالث من البلازما بروتينز اللي هو بلود كوأجوليشنز بروتينز، عندنا بروتين هي المسؤولة عن تكوين الخثرة بالبلط اللي مثل هذني البروتينات اللي هي البروثرومبين والفايبرينوجين، البروثرومبين والفايبرينوجين. الفايبرينوجين هو المسؤول عن تحويل عن تكوين الكلوت فورميشنز عن طريق تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. عن طريق هذا المخطط راح نوضح شلون، وانا مخطط هاي شارحته بالهذا بالبلاك ليست، انه تحويل تكوين الخثرة الدموية عن طريق وجود هذا البروتينز اللي هو الفايبرينوجين، هو اللي راح يحول ويكون لنا الفايبرين اللي يكون الكلوت فورميشن. هذا الفايبرينوجين هذا البروتين من مصنوع يكون مصنوع المدة مالته بعد 3 وخلصت ما حاسبها على الثانية وانا قاعد احكم بيكم بالمادة على ودش احنا، ولا والله مو على ود انتم. اي هسه شنو يعني ناخذ بس هذه المواد الهيموبويسيس راح نعيفها بعدين العد التنازلي. يلا دخل نكمل. اي فهذا الفايبرينوجين يكون مصنع مالته وين يكون مصنوع؟ جعلت اسميكم شيك، انت اكو واحد هيك اكل لفه وباوع شكو يعني سوي لك هيك يجيب معونه واكل. اي والله صدق بس سنه ما تعدون هيك. اي فالفايبرينوجين اللي هو يكون مصنع مالته او المسؤول عن تصنيع هذا البروتين واللي هو يكون الليفر. زين اكو مكونات ثانيه اللي هي الاورجانيك كومباوند والان اورجانيك سوليدز. الاورجانيك كومباوند اللي هي تعتبر النيوتريشن مثل الامينو اسيد
الجلوكوز، الفيتامينز، والسترويد هرمونز، والليبيدز اللي هي الأمينو أسيد، والجلوكوز اللي هي مسؤولة عن الطاقة، والفيتامينز، ومجموعة من البيبتيدات اللي هي الثيرويد هرمونز والليبيدز. الان اورجانيك سالت، الاملاح الغير عضويه اللي شكل نسبه تقريبا 0.9، يعني اقل من اللي هو عباره عن الالكترولايت اللي هي شوارد الدم، اللي هي الصوديوم سالت والبوتاسيوم سالت والكالسيوم سالت. الاملاح الكالسيوم واملاح البوتاسيوم واملاح الصوديوم هاي تعتبر ان اورجانيك سوليد. بتنتهي عزيز عزاكم ان شاء الله. خلاص الوقت حاسبي علي بالثاني، والله اطلبكم نص ساعه بعد، بس يلا شو اسوي، يلا باي، الله وياكم، مع السلامه.